مرحبا، أنا نور العزاوي، بيوتي بلوجر ومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي. حابة اليوم أحكي لكم عن تجربتي بقضاء وقتي في المنزل والحجر الصحي. صح إحنا نتملل نقول ضاجة قاعدة، بس إحنا ممكن نستفاد منه بصورة كبيرة. أنا واحدة من الناس اللي استفاديت منه، غيرت ديكورات البيت، غيرت هواي أشياء بالبيت كانت تقريبا ما منتبه عليها. استفاديت وقتي بالطبخ، وأحلى من هذا قضيت وقتي كلش هواية مع عائلتي. همي أنا قلت هذا الموضوع مو كافي، لازم أسوي فشي أستفاد منه فعليا، ولهذا قررت شفت الوقت المناسب إنه أنا أبدي تحضير دراسة الماجستير إن شاء الله بعد القبول، يعني مو هسه. كملت شغلي من البيت، كملت إيميلات، كملت راقبت المبيعات. رغم الحظر أو رغم الحجر الصحي اللي إحنا بالبيت، ما منعنا إنه إحنا نكمل باقي أشغالنا من إحنا بالبيت. خلوا طلعتكم للضرورة فقط، نصيحة مني، التزموا بالبيت وستيات هوم، وإن شاء الله تقضوا وقت ممتع.